نروح بقى لاخبارنا في البيت الكبير النادي الاهلي، ونبدا دايما من يعني خبر عندنا خاص يخص الجمعيه العموميه اللي النهارده فوضت مجلس الاداره لاعتماد جدول الاعمال المعلن عن الفتره من 1 يوليو 2019 ل 30 يونيو 2020. ده كان خلال الاجتماع الثاني للجمعيه العموميه اللي عقد النهارده. اللجنه اعتمدت، اعلنت اللجنه القضائيه المشرفه على اجتماع الجمعيه العموميه، ده كان برئاسه المستشار محمد الدمرداش، مقرر لجنه الانديه والهيئات في اللجنه الاولمبيه المصريه، والمستشار طارق ربيع عضو اللجنه، الوكيل العام الاول هيئه النيابه الاداريه، وايضا كان المستشار محمد صلاح الدين عضو اللجنه موجود. اعلنوا انه عدد الاعضاء اللي قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضو، ولم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشه بحضور 5000 عضو او 10% من اجمالي الاعضاء البالغ عددهم 175408 عضو. ده في النادي الاهلي. هنروح لجهه ثانيه وخاص برضو بالنادي الاهلي. النهارده في لفته اعتقد جميله جدا من النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي بيستقبل الموسيقار والفنان الكبير عمر خيرت، استقبله في مقر النادي الاهلي بالجزيره في حضور مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي، وقام باهدائه درع النادي تقديرا له. كان طبعا الحقيقه الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت بيزور النادي الاهلي عشان بيهني الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بعد الفوز طبعا بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه. عمر خيرت طبعا فنان كبير جدا جدا، بيعرب عن تقديره للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الاهلي، وبيأكد ان هو احد المنتمين بشده واحد المشجعين للنادي الاهلي. طبعا بيتمنى التوفيق لنادينا ان شاء الله نادي القرن في النهائي الافريقي الجمعه اللي جايه. كمان عمر خيرت بيشيد بالجهود اللي بيبذلها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي على كافه المستويات، خاصه احنا عارفين على مستوى خدمه الجمعيه العموميه للارتقاء بمنشات النادي، زي ما كان عندنا هذه الملفات هنا موجوده في البيت الكبير. طبعا على الجانب الاخر كابتن محمود الخطيب رحب جدا بالموسيقار الكبير عمر خيرت، واكد له انه قيمه كبيره جدا، قيمه فنيه كبيره جدا جدا، بتسعد الملايين زي لاعبتنا ما بتسعد ملايين الشعب المصري. كمان عمر خيرت من الفنانين الكبار، ودايما النادي الاهلي يعني بيشجعوه دايما القامه الكبيره والفنانين الكبار على المستوى التمثيل، المزيكا، الغنى. يعني خلينا نتكلم ان قاعده كبيره جدا جدا من حتى الفنانين على المستوى العالي جدا بيشجعوا النادي الاهلي، وكل يعني احنا بنتكلم في قاعده كبيره جدا يا سهام. النهارده وجود عمر خيرت في النادي الاهلي يعني كمان يعني فنان عالمي، ما نتكلمش بس على فنان مصري، بتقول بتسعد الملايين المصريين. كنت عايز ادخل عليك واقول لك وبيسعد الوطن العربي طبعاً والملايين في العالم طبعاً، على المستوى العالمي طبعا. فكانت لفته طيبه كمان من النادي الاهلي، ولفته طيبه جدا من عمر خيرت. ده هو ده الذوق او الفن الراقي. وحاجه جميله جدا يا جماعه انه الاهلي يمكن على يعني يمكن بيقدر القامات دي، وعلى مدار تاريخه يمكن النادي الاهلي هو قلعه الفنانين، قلعه المثقفين، القامات الكبيره في كل المجالات. والحقيقه يعني يمكن موسيقار عمر خيرت، كنت هقول الكابتن الموسيقار عمر خيرت الحقيقه فنان كبير، وبيقدر كمان مش بس الفن، بيقدر كمان الكوره، بيقدر النادي الاهلي. وكان النهارده اكيد تواجده مهم في النادي علشان يعني يدعم فريقنا، فريق النادي الاهلي. الحقيقه كمان في قلب انشغال النادي الاهلي بمباراه الزمالك المهمه، النادي ما بينساش اعضاءه. النهارده الاهلي خصص حافله جديده جميله لونها احمر اهي، اتوبيس لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه علشان يستخدموها في رحلاتهم. انتوا عارفين دايما النادي باستمرار بيعمل رحلات، الاعضاء طبعا بيحبوا يتجمعوا ويسافروا مع بعض. النهارده اداره النادي قامت بتسليم الاتوبيس ده بعد ما انتهت كل الاجراءات الخاصه فيه. كمان مجلس الاداره طبعا هنا بيتعاون مع الاداره التنفيذيه والتنسيق مع اداره الخدمات وقسم الرحلات والحجوزات، السيارة دي أو الباس ده خاص لرحلات أعضاء الجمعية العمومية زي ما قلنا، دي موديل 2020
جبتها لنا كده برجاوي تاني، دي موديل 2020، افتكر انها تليق بالنادي القرن واعضاء جمعيه عموميه القرن، وطبعا ده هدفه انه يوفر سبل الراحه ليهم. كمان الخطوه دي اكيد هتسهم في توفير خدمه افضل او مميزه لاعضاء الجمعيه العموميه. أكيد. في حته التنقلات مهم جدا يعني تكون حتى صوره اعضاء الجمعيه العموميه في الحالات الخاصه بيقومها النادي خلال الموسم تكون على مستوى الكيان ومستوى النادي الاهلي، ودي أكيد. صوره طيبه جدا، اتوبيس بيشبه كتير جدا اتوبيس اللعيبه بالظبط، لكن على المستوى الراحه على مستوى يعني طبعا اتوبيس مجهز بجميع التجهيزات العاليه، وده خدمه للجمعيه العموميه زي ما بنقول. مجلس الاداره كمان بيشتغل في الجزئيه دي بشكل اكتر من رايع. ملف كره القدم هو التورتايه الكبيره، لكن كمان خدمه الجمعيه العموميه هي كمان في ملف هام جدا من ملفات مجلس ادارتنا.